مرحبا يا جماعه، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ بصير لو كل واحد يقعد مكانه عشان نبلش الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير علي بن حسين المعظم، رئيس هيئة المفوضين في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، راعي هذا الجمع، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم المعظمة، السيدات والسادة الحضور الكريم، بناتنا وأبناؤنا الشباب الأعزاء، أطلب منكم جميعا التكرم بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهدائنا في غزة. إذن مساء الخير عليكم جميعا، مساء الأردن، مساء فلسطين، مساء الوطن العربي كله. يسعدنا أن نرحب بكم الليلة في اختتام الدورة الرابعة من مسابقة منتر العربية للأفلام ولأهالي تمكين الشباب، التي سنختتم من خلالها مسيرة سنة من التحضير والعمل والجهد بالرغم من كل الظروف الصعبة التي نمر بها، ولكننا آثرنا بالمضي قدما كرسالة صمود وتحدي وأمل. حضورنا الكريم، في مثل هذا الوقت من العام قبل الماضي وقفت هنا أنا ميس النباني أمام الجمهور، كنت أتحدث عن الإنسانية وأتغنى بالإنسانية، معتقدة أننا قد وصلنا إلى مرحلة من التطور، من التحضر، من الحداثة التي يتمتع بها الإنسان بحقوقه الأساسية على أقل تقدير. عندما نتحدث عن الحقوق الأساسية فنحن نقول الحق في الحياة، الحق في المأكل، الحق في المشرب، الحق بالعيش بأمان، وهي أقل الحقوق التي ممكن أن يتمتع بها أي إنسان. ولكن لتأتينا الحقيقة المزلزلة في العام 2023 لنكون شهود على أكبر حرب إبادة جماعية بالتاريخ الحديث، وليأتي من خطط ونظم لهذه الحرب ليسألنا: من قال لكم بأن الإنسان هو الإنسان أينما كان على هذه الأرض؟ فهناك من يستحق الحياة وهناك من لا يستحقها. فالإنسان بنظرهم مصنف بناء على عرقه، على جنسه، على ديانته، على لونه، على أصله وعلى جنسه كما ذكرت. وبالحديث عن تصنيف الإنسان أقتبس هذه الكلمات من الكاتب الغزي المقداد جميل مقداد، الذي نزح وعائلته إلى رفح، فيقول المقداد جميل مقداد:
تأمل أيها الموت، تفحص قمصاننا، لعلك بين الشظايا وجدت منها شيئاً اشتريناه من ماركات عالمية. تمهل قبل أن تنقض لاختيارنا فرائسك. ربما كنا غربيين بما يكفي كي تذهب بعيداً وتتركنا نكمل شؤون الحياة ولو لوقت قليل. ثم يأتي أحمد الغزي الخارج من تحت الركام ليحدثنا عن الألوان، بالحديث عن تصنيف الإنسان حسب لونه، وهو المستنشق لآلاف الأطنان من الغبار. فيقول أحمد بالحديث عن الألوان: لوني رمادي في حال احتاج الأمر أن تعرفوا لوني. لم يتمكن أحمد من عد أفراد أسرته المنقسمين ما بين اللونين الأحمر والرمادي. بالمناسبة، أنت لا تملك رفاهية اختيار الألوان في غزة، فالأحمر معناه بأنك مليء بالدماء، والرمادي يعني أنك احتضنت البيت وبيوت الجيران وحجارتهم وخرجت منها تتنفس. ثم أتت الشعوب الحرة الحية التي تحيا بالإنسانية، جاءت من كل بقاع العالم لتقف وتنتفض في وجه الظالم وتقول له لا وألف لا. الإنسان هو الإنسان أينما كان، في فلسطين إنسان، في اليمن إنسان، في السودان إنسان، في الصومال إنسان، في الأردن وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي إفريقيا وفي أمريكا من شمالها إلى جنوبها وفي كل أوروبا وفي أستراليا. الإنسان هو الإنسان. إذن لماذا مسابقة منتر العربية لأفلام أغاني تمكين الشباب؟ لأن منتر العربية تسعى لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مجال العمل الاجتماعي والتنموي من خلال خلق مساحة لهم للإبداع وللتعبير عن طموحاتهم وهواجسهم وأحلامهم والتحديات التي تواجههم. وبما أن الأفلام والأغاني هي أحد أسرع الوسائل لتوصيل الرسالة، دعينا شباب من جميع أنحاء العالم العربي ليعبروا من خلال الأفلام والأغاني عن آرائهم حول صحتهم النفسية ولينشروا التوعية عن هذا الموضوع. عدد المشاركات في الدورة الرابعة كانت هائلة جداً، فاقت 1400 فيلم وأغنية من 12 دولة عربية، وذلك بالتعاون مع أكثر من 50 شريك وطني من جهات حكومية وغير حكومية وجامعات وغيرهم، وحوالي 30 عضو لجنة التحكيم وأعضاء استشاريين من نخبة الفنانين والأخصائيين في هذا المجال. هذا الاختتام لم يكن ليتم من دون دعم شركائنا: الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الجمعية الملكية للتوعية الصحية، أنغام وزين للاتصالات، سل أفينيو، الوكيل المعتمد لأجهزة نوثينغ، فندق سنت ريجس، دبليو، ومجوهرات نبيل سكجها. بطلب من جميع الموجودين معنا ومن يتفاعل الآن عبر هاتفه، بطلب منكم أن تستعملوا هاشتاغ Power of Resilience باللغة العربية، قوة الصمود، بكل الصور بكل الفيديوهات اللي بتنشروها على السوشيال ميديا، ومن بعد إذنكم أن تقوموا بعمل تاج لمنتر العربية. الآن اسمحوا لنا نتابع فيلم تعريفي عن مؤسسة منتر العربية. My interest has always been children and young people. من 25 سنة بادرت هذه الملكة الإنسانة على تأسيس منتور العالمية. لقد انطلقت مهمة منتور العربية من قيم راسخة. إذا نقوم في المؤسسة بتعزيز دور ريادة الأعمال والابتكار والرياضة والفن كسبل وقائية فعالة أثبتت نجاحها عالمياً وأثرها الإيجابي على حياة مئات الآلاف. تقاس الأمم بقوة شبابها. أهم انفستمنت بنعمله بحياتنا هو شبابنا. كل المؤسسات التي أسسناها أخذت سنتين إلى ثلاثة من التحضير، لأن في سبيل أي مؤسسة أن تترسخ وتستمر عندك مستويات من العمل كبيرة جداً. أكيد منتور العربية من 2004 كانت مجرد فكرة وكانت
التحدي الكبير انه هل ممكن فكره من هالنوع تمشي بالعالم العربي؟ برامجنا بالمؤسسه مبنيه على الادله العلميه، وبينت التجارب انها برامج ناجحه بكافه دول العالم. مؤسسه منتشره في كل البلدان العربيه لتمكين الشباب. ضمنت بالإضافة إلى عمل الدؤوب هي أيضاً خلية محل. منتور بتقوم بدور مهم جداً في دعم الشباب ودعم مسيرتهم في الطريق الصح. I'm gonna be a part of Vision الحكم في رابع إديشن للمسابقة تبع الأبدان الشباب مع منتور أرابيا، فكتير مبسوطة بهذا الشيء، وكتير مهم إنه يكون في جمعية عم تدعم الشباب. كل شيء بيقدر يساعد اليوث وإن بعضهم عن كل شيء مش منيح ونخليهم يقعدوا الأمل، أنا أحكون غيرت لي حياتي، غيرت لي كل شيء. بتمنى إنه بنت توصل لكل بيت في المجتمع العربي. الجمعية التي تقوم بالتدريب وتأهيل المواطنين لها الأفضلية في الدعم، لأنه مثل ما يقول المثل الصيني، علم الناس كيف يصطادون السمكة ولا تعطيهم السمكة هكذا يأكلوها. وراء هذا العمل الدؤوب وتوسع المؤسسة لأكثر من 12 دولة عربية ومنها الأردن وفلسطين، ووصول برامجها لأكثر من مليون مستفيد، رئيسة تنفيذية وعضو مجلس أمناء داعمة لقضايا الشباب، رحبوا معي بالسيدة ثريا إسماعيل. صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين المعظم رئيس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم المعظمة، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، مساء الخير. قوة الصمود. قوة الصمود هو عنوان الدورة الرابعة من مسابقة منتور العربية لأفلام وأغاني تمكين الشباب، والتي نتشرف باختتامها من خلال هذا الصرح الجميل في عمان الحبيبة. الصمود هو أكثر ما يحتاج إليه شبابنا اليوم في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية اللامتناهية التي يواجهها، وبالأخص في فلسطين الشقيقة. الصمود هو ما يحتاجه كل فرد منا لكي يستمر وينجح ويحقق طموحاته. في الواقع لقد ترددنا كثيراً في إقامة هذا الحفل، وتم تأجيله أكثر من مرة نظراً للظروف الصعبة واللا إنسانية التي يعيشها أشقاؤنا في غزة، ولكن بعد التشاور ملياً مع شركائنا ارتأينا أن الاستمرار في تحقيق رسالتنا والمثابرة على تأدية عملنا هو خير دليل على الصمود ورمز للتحدي ورسالة أمل ودعم لشبابنا. لقد انطلقت هذه المسابقة، وهي الأقرب إلى قلبي أنا شخصياً، عام 2017 من هنا من هذا البلد العتيد، لتجسد معانٍ كثيرة، معانٍ ملؤها الأمل والعزيمة والابتكار والشغف والإبداع والإصرار على خلق حاضر مشرق ومستقبل أفضل لشبابنا. استدعم المسابقة الشباب العرب الموهوبين وتشجعهم على تطوير أفلام قصيرة وأغاني توعوية هادفة تعبر عن مخاوفهم وهواجسهم وآمالهم وطموحاتهم، كما توفر لهم مساحة فنية آمنة للتعبير عن آرائهم حول مواضيع إنسانية واجتماعية ملحة. فبعد أن لاقت المسابقة رواجاً كبيراً ضمن صفوف الشباب، سرعان ما تحولت إلى منصة إقليمية لنشر الوعي حول الوقاية من السلوكيات الخطرة، ومنصة رائدة تضم أكثر من 80 شريك استراتيجي وحوالي 4000 مشارك و32 رابح خلال الأعوام السابقة. إذ لا تقوم المسابقة بتكريم الفائزين فقط، بل توفر لهم أيضاً دورات تدريبية من قبل فنانين ومحترفين في المجال، والتي شارك بها أكثر من 200 شاب وشابة إلى حينه. لقد أحدثت المسابقة أثراً إيجابياً في حياة العديد من الشباب، إذ لمسنا معاناتهم عن قرب
وواكبنا قصصهم عن كثب، فمن رحم التحديات الصحية والاقتصادية أو الأمنية والاجتماعية للمشاركة بالمسابقة أو في أحيان الوصول لهذا الحفل، نتجت إبداعات ونجاحات وأعمال فنية مميزة تركت بصمة في قلوبنا جميعاً. إننا نجتمع اليوم في هذا المكان المليء بالطاقة والشغف والحيوية والفن لنكرم أكثر من 20 شاب وشابة استحقوا بكل جدارة الفوز بجوائز المسابقة عن 5 فئات أساسية. كما خصصنا هذا العام فئة جوائز استثنائية لدعم المواهب الفلسطينية الشابة، وكنا نأمل أن يتمكن المشاركون من غزة الحضور معنا شخصياً لاستلام جوائزهم. أخيراً وليس آخراً، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل جهة ومؤسسة وفرد دعمنا وساهم في استدامة المبادرة ونجاح هذا الحفل. كما أود أن أشكر الشعب الأردني الحبيب على حفاوة الاستقبال والترحيب، وأخص بالذكر شركاؤنا دوماً بالنجاح الهيئة الملكية الأردنية للأفلام على هذا التعاون المثمر والمستمر منذ بداياتنا، وأخص بالشكر السيد مهند البكري والسيد أحمد الخطيب، شكراً. كما أود أن أشكر شركاؤنا في الجمعية الملكية للتوعوية الصحية وشركة زين للاتصالات وأنغامي وإنجاز الأردن ومؤسسة ولي العهد وكافة الجهات العامة والخاصة والإعلامية والأكاديمية وأعضاء لجان التحكيم، وأكيد فريق عمل مؤسسة منتو العربية وشبابنا الأحباء. شكراً جزيلاً وأتمنى لكم أمسية جميلة. لنتابع الآن فيلم تعريفي عن الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. تفضل. عملنا على تأسيس الهيئة الملكية للأفلام عشان نخلي الأردن مركز عالمي للتصوير ونسهل عمليات الإنتاج. تأسيس الهيئة الملكية الأردنية للأفلام أجت برؤية ملكية، وهي عبارة عن قصة. قصة أبطالها صناع الأفلام وجمهورها جمهور عالمي. The Royal Film Commission and the Royal Family were tremendously supportive. The folks from the Royal Film Commission, they were amazing. They arranged tremendous assistance from the army and the military. They built roads, they created base camps unlike I've ever seen before. I was really impressed on what they were trying to do in terms of really developing the film industry here in Jordan. قامت الهيئة بتنظيم ورش عمل وندوات ولقاءات، هذا أيضاً نمى وعزز مجموعة من صناع الأفلام ومن المهتمين بالسينما. يجب أن نتكلم عن البيئة الحاضنة التي أسست لها الهيئة الملكية للأفلام، نمت جمهوراً متذوقاً لهذه الأفلام. مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم حديث العهد نسبياً، والفضل في إنشائه يعود إلى حد بعيد إلى الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وإلى الدعم الذي قدمته وتقدمه. الأردن بجماله الطبيعي وتاريخه الغني جذب العديد من الانتاجات العربية والعالمية كموقع للتصوير من أكثر من 70 سنة. صناعة الأفلام بتأثر كتير وبتروج للسياحة بالبلد اللي فيها هاي الصناعة. We just wanted to say thank you so much for allowing us to come to your beautiful country. We had an exceptional time and experience filming here. Jordan offers a variety of very, very cool places for this film that gives us great production value. Jordan has been beautiful. We've all been welcomed with open arms. Going to Jordan was a monumental moment in my life to see Petra. Jordan was a perfect place because it has also all these different looks. Definitely has to be one of the most beautiful places in the world. In a span of 4 years, I'd be going to do 3 different projects in the Wadi Rum Desert. The most interesting location I've ever shot in, ever. It was amazing to be able to capture Sri Lanka, Iraq, Libya, Afghanistan, Syria, all within Jordan. We were so lucky to film Jordan. I mean, it was uncanny.
And it's just spectacular. I mean, you look at the setting, it's like absolutely incredible. There are unique, fantastic rock formation over there that look like from another world. I can just say only positive things about my experience here in Jordan. الهيئة وضعت الأردن ليس فقط كواجهة للتصوير ولكن أيضا كحاضنة للثقافة. والأهم إنه نشجع الأردنيين والأخوة العرب ليحكوا قصصهم للعالم من خلال تدريب ودعم الإنتاجات المحلية والعالمية. كل الفخر الشابات والشباب من صناع الأفلام بوطننا الحبيب. What they accomplished here was nothing short of miraculous. Very knowledgeable and very helpful. You know, anything they kind of needed or wanted, they were more than able to accommodate. They know what they're doing and they want to make it better and they work hard. They brought the movie to a higher level. Fantastic crew in all of the department. So it almost felt like there was this family in Jordan. You also have a crew that is world class. You know, it's just great to get a crew that knows what they're doing, is experienced, and loves what they're doing. They didn't miss a beat. We work with the Jordan crew, they're like superhuman beings. I have the same feeling of making a movie with friends. لطالما كان للسيد مهند أو طالما كان السيد مهند البكري من المتحمسين الذين عملوا على تطوير صناعة السينما وبرامج بناء قدرات الشباب في الأردن. يشغل السيد البكري حالياً مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وقد تقلد هذا المنصب عام 2019، وهو يتمتع بتاريخ طويل مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وشغل سابقاً منصب مدير بناء القدرات لمدة 5 سنوات. تفضل أستاذ مهند. مساء الخير. أظني مهمتي اليوم رح تكون صعبة بعد ما حكت ثريا وميس، يعني ما شاء الله عليهم، فرح تكون امتحان لإلي. سيدي صاحب السمو، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين المعظم، سيدتي صاحبة السمو الأميرة ريم علي المعظمة، أصحاب السمو والسعادة، السيدات والسادة، على مدار 20 عاماً الماضية رفدت الهيئة الملكية الأردنية صناعة الأفلام الأردنية والعربية بشقيها الثقافي والاقتصادي بكل ما من شأن رفع سويتها وضمان استمراريتها من خلال تدريب الكوادر وترويج تصوير الأفلام العالمية على أرض الأردن وتقديم الدعم المالي والتنظيمي على كافة المستويات والأهم نشر ثقافة الأفلام. وجودنا هذه الليلة جزء من التزامنا كهيئة للأفلام لتمكين الشباب من أجل سرد قصص تاريخهم وثقافتهم ودعم الدور الهام الذين يقومون به في صناعة الإبداع الذي تعدى وتجاوز الترفيه، بل يجسد الجوهر الثقافي للأمم ويقدم تواصلاً إنسانياً عميقاً يؤثر تأثيراً قوياً على المجتمعات وبشكل حقيقي. يحمل هذا العام أهمية خاصة بالسردية الفلسطينية، والتي طالما كانت جزءاً أصيلاً من الوجدان الأردني ثقافياً واجتماعياً وسياسياً وجغرافياً، فحكاية الأردن وحكاية فلسطين هما امتداد لنفس الوجهة، وجهة العدل والحق والأخوة الإنسانية. وهذا لطالما ما ترجم على أرض الواقع في الأردن على جميع المستويات، منها صناعة الأفلام التي نرى أنها مركزاً من مراكز الصمود التي تحكي قصصنا
للعالم أجمع. تعود منتور بحفل توزيع الجوائز مسابقة الأغاني والأفلام لتمكين فئة الشباب إلى عمان. نسيت أطفي تليفوني، سوري. هذه الغلطة. مش رح أعيد من الأول، بس أكمل باقي. تعود منتور العربية بحفل توزيع جوائز الأغاني والأفلام لتمكين فئة الشباب إلى عمان، والتي كانت وما زالت حاضنة للثقافة والفنون بما يخدم عالمنا العربي. سيدي صاحب السمو، هذه العودة تؤكد على أهمية نهجكم في دعم هذه المبادرات فعلاً وعلى أرض الواقع. شكراً سيدي. والمبادرات الهامة التي في ظل توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين المعظم، والذي لا يدخر جهداً من أجل دعم فلسطين وقضيتها العادلة. ونجتمع الليلة بصحبتكم الكريمة لنحتفي بهؤلاء المبدعين والمبدعات من الشباب من أنحاء الوطن العربي، تكريماً لإنجازاتهم، ولنمهد لهم طريق المستقبل لاستمرار مسيرتهم وتحقيق أحلامهم. نقول لهم استمروا بسرد حكاياتنا للعالم، ونذكرهم بما قال الأديب الفلسطيني غسان كنفاني: إن لك شيئاً في هذا العالم فقم. كلنا فخر وسعادة لوجودكم يا ضيوفنا الكرام بأردننا الحبيب. نرحب بكم أهلاً، وكما نشكر منتور العربية ثريا يلي كانت يعني قائدة هذه المسيرة من بداية البرنامج ما بلش. ثريا شكراً إليك، شكراً للدعم، شكراً لأنه عم بتكون الأردن هي الأساس في هذا البرنامج. أيضاً بدي أشكر جميع الشركاء والداعمين والحضور الكريم من لجان تحكيم، وفنانين وفنانات من الأردن ومن العالم العربي، وصناع الأفلام والإعلاميين. شكراً سيدي، شكراً ستي. أنا بس بدي أحكي لزين عوض، طبعاً هي زوجة السيد مهند البكري اللي رنت اسمها ليلى، والباقي عندك، الباقي عندك، أنت تصرفي على ذلك. نمزح طبعاً. إذن اختتام الدورة الثالثة للمسابقة كان بهذا المسرح بالتحديد. سمعنا قصص نجاح وتحدي وإصرار من الرابحين. لنتذكر سوياً أهم اللحظات من الدورات الثلاثة السابقة، والتي تؤكد على أهمية هذه المسابقة ودورها على قوة الصمود. الحكاية اختلفت من شباك لشباك، بس الألم مر على الكل. الألم كل عمره بيسلق أمل، والأمل عايش فينا ما بيموت. جائزة شطتان كتير بتعني لي، ما تتخيلوا المعاناة لحتى وصلت لهون. عليكم أن تتخيلوا قديش في عنا كشباب حكي، وقديش نحن بحاجة نشعر بأنه أغانينا عم تنسمع. الناس اللي بتعرضوا للإقصاء لمجرد هم مين؟ عشان بآمن أنه كل حدا له حق يعمل شو بحب، وما بحق لحدا يمنع حدا يعمل أي شيء لمجرد إنه هو اختار هذا الشيء. One of the main problems that has influenced me personally and many others for sure, which is the stutter, التلعثم. However, that does not happen while singing, and this is scientific. This body of work helped me to see hope in a homeless environment, in a place where everything absolutely failed. أنه تكون رسالة أمل لكل الشباب وبكل العالم إنه ما نستسلم للظروف، ويضل عنا أمل بمكرة أحلى. I hope that life on this planet becomes safer and peaceful for all of us, especially women.
الأفلام المشاركة قطعت مراحل عديدة من التصفيات من قبل لجان تحكيم كل فئة من فئات المسابقة والموزعة كالتالي: الفيلم الروائي، الفيلم الوثائقي، الفيلم الترويجي، والفيلم الأردني، والفيلم الفلسطيني. كما تم اختيار الفائزين بناء على مجموع علامات لجنة التحكيم وعلامات التصويت عبر السوشيال ميديا، واللي تم وضعها بناء على عدة معايير، منها الفكرة، التقنيات، الإبداع والانطباع العام. اسمحوا لنا نجدد الشكر للجنة التحكيم اللي أعطت من وقتها وجهدها بشكل تطوعي لدعم هذه المبادرة المميزة. تضم لجان تحكيم المسابقة نخبة من المبدعين والفنانين والأخصائيين المرموقين. لنتابع هذا الفيديو. يا هلا. هاي. مرحبا. مرحبا. الحقيقة أنا مبسوط كتير. رح كون معكم لأول مرة ضمن لجنة التحكيم. وصيبة إتمنتر العربية للأفلام وأغاني تمكين الشباب. أشجع كل شابة وشاب بين 18 و 30 سنة موهوبين بمجال صناعة الأفلام القصيرة. بتحب الإخراج، بتحب الكتابة، بتحب التمثيل أو صناعة الموسيقى، سواء كتابة الكلمات، التلحين، الغناء. دورة هذه السنة ستكون خاصة بقضية اجتماعية كتير كبيرة، موضوع حساس كتير مهم لنا كلياتنا. صح النفسية عند الشباب. All the young talents, and this is your time to let your voice be heard, to see all of your wonderful submissions. لتعرفوا أكثر عن شروط المسابقة فيكم تفوتوا على وسائل التواصل الخاصة بمنتور العربية. يهمنا نسمع صوتكم ونتعرف على أفكاركم. نشوف أفلامكم ونشوف أحلامكم. شاهدت مشاركاتكم تستفيدوا بفرصة تطوير موهبتكم. خلوا الموهبة تبعكم توصل وصوتكم ينسمع. بانتظار أفلامكم والتوفيق الجميل. والآن حان الوقت للإعلان عن الفائزين عن كل فئة من فئات المسابقة. للتوضيح، شكلت علامات لجنة التحكيم 75% من المجموع النهائي، 25% الباقية هي نسبة تصويت الجمهور على السوشيال ميديا. سنبدأ بفئة الأفلام الروائية، وقبل ما نبدأ بتوزيع الجوائز رح نشوف لمحة سريعة عن الأفلام الخمسة النهائية لهذه الفئة. أدعو أعضاء لجنة التحكيم على المسرح لتسليم الجوائز. الممثلة كريس بشار، الممثل قيس الشيخ نجيب، المخرج سعيد الماروق، المنتج محمد مشيش، وخبيرة التواصل رحمة سليمان. تفضل. إذن سنبدأ معكم بالإعلان عن أفضل فيلم روائي، هو الفيلم الأردني دينار لمعاوية العمري. هدير لاجئة فلسطينية شابة تعيش في مخيم الحصن للاجئين في الأردن، تستيقظ مثل كل صباح لتستكشف المناطق المحيطة بعربتها الصغيرة.
هدفها واضح وحازم. هدف هديل في هذا الفيلم هو جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير لبيعها وكسب دينارها اليومي. وهذا الدينار بالنسبة لهديل هو ثمين جداً لأنه مخصص لهدف محدد قريب إلى قلبها. ألف مبروك لمعاوية العمري. صراحة يعني متوتر كثير. بالبداية بحب أشكركم كلياتكم على حضوركم. بحب أشكر سمو الأمير علي على رعايته الكريمة، الأمير ريم علي على رعايتها الكريمة، لمؤسسة منتر العربية على هذه المسابقة الرائعة، السيد مهند البكري مدير عام الهيئة الأمريكية للأفلام. بحب أشكر كمان منتجين الفيلم، المنتجة الأردنية تمارا عويس على جهودها الكبيرة، والمنتج الجزائري، المنتج والمخرج الجزائري صلاح إسعاد. ويعني فيلمنا بصراحة يعني كان تحدي وقصة نجاح، وهو ربما بيعكس مجتمعاتنا لتحديات المرأة، ويعني قدرنا من خلاله نوصل صورة الإشي اللي إحنا بنفكر فيه من خلال بنت صغيرة هي كانت يعني بتواجه تحديات خلال يومها خلال قصة الفيلم. شكرا لكم كثير على جهودكم. وبالنهاية بحب أشكر الأستاذ عاكف أبو جودة لأنه ما قصر، وأصحابي الموجودين في لياتكم فوق. شكرا. ألف مبروك. والآن عن فئة أفضل ممثلة عن فئة الأفلام الروائية، حصلت عليها ميا بلوزا عن فيلم ليلى من تونس، ويستلمها عنها مدير التصوير علاء عربي. بالحديث عن قصة الفيلم، الحديث هو عن ليلى. ليلى المثقلة بعلاقتها الصعبة مع والدتها تجد فرصة لمواجهة مشاكلها في بعد آخر بينما تتحدثان وتعملان على حل مشاكلهما. تكتشف والدة ليلى طريقة للتعبير عن الحب المفقود وهي تضحي كثيرا. مبروك. رح نسمع كلمة مسجلة من ميا لأنها ما قدرت أنها تكون معنا. Maya. Hello everyone, I hope you're having a wonderful night. I am Maya Bluza, director of the movie The Six Towers. First of all, I would like to apologize for not being able to attend the ceremony. I really wanted to be present, but it's due to unforeseen circumstances. Thank you so much for the award. I would like to thank both actresses, the whole crew, and last but not least, Mentor Arabia, for the opportunity given to the Arab youth, especially with what's happening in the world right now, and to the Arab youth. Thank you so much. Shukran. شكراً علاء وشكراً لمايا. الآن إلى جائزة اختيار الجمهور عن فئة الأفلام الروائية، وقد ذهبت لفيلم فشل لنادين الصايغ من لبنان. في صف الآنسة لينا يفتقر الطالب إبراهيم الذي يبلغ من العمر 11 عاماً إلى الحافز بسبب أسلوب الآنسة الصارم في التدريس. تعرف الآنسة لينا بانتقاداتها القاسية وعلاماتها المتدنية خاصة تجاه إبراهيم الذي يعاني من صعوبات تعلم، ومع ذلك يفاجئ إبراهيم الجميع بإظهار موهبة وإصرار استثنائيين في مسابقة الشطرنج. الممثلة يارا زخور موجودة معنا لتستلم الجائزة، وعندنا أيضا كلمة مسجلة من نادين، أو ممكن هلأ نسمع من يارا ومن بعد. اجت بحضرت لها جملة قوية. شو يا ناصحة؟ قلتي لي بدك تصيري دانسر وممثلة؟ إذا بدهم دور بشعة بيحكوكي. هيدا حديث بين بنتين بمدرستي أنا، وكان موجه لإلي أنا. لقيته بدفتر يومياتي وحد منه صورة لإلي من سنة 2000. مسكتها وقلت أيوف
هلقد كنت ناصحة؟ بتذكر كتير منيح شو كنت حس مع كل كلمة، كل نظرة، كل ضحكة تنمر، وبتذكر بأي حالة كنت أرجع على البيت. وكمان بتذكر إنه بسبب هيك أحاديث أخذت قرار واحترفت الرقص واحترفت التمثيل. شو بده يطلع منك؟ هيك بتقول مثلينا لإبراهيم، مثلينا اللي بلعب دورة. بس هالصبي صغير ملك الصفورة بذكاء برهن لمعلمته ولأصحابه إنه طلع من أمره شيء. نقطتين كش ملك. من كم يوم فتحت جرور خزانتي وكمان لقيت ألبوم صور جديد. في صورة لفتتني أنا واقفة على المسرح سنة 2022 عم بستلم جائزة أفضل ممثلة. ابتسمت. كلنا تعرضنا وبعدنا منتعرض للتنمر صغار وكبار. تنمر منه بس بالحكي، هو بالفعل، بالأفكار. تنمر هو موقع جغرافي كمان، بيبلش بالبيت، بالمدرسة، بملعب الفوتبول، بصف الرأس. تنمر مش بس بيرافق اللي بيسموه فشل، بيرافق كمان النجاح. يعني رح فسر لكم، تخيلوا معي. اجت قال ربحت جايزة، قال أكيد شاريتها. شو؟ ما بقى تتهدى؟ ايه ما بقى نتهدى. والبرهان فيلم فيلير يلي فرجينا انه بصف الرياضيات تبع مثلينا درسنا انه اذا منجمع الاراده والايمان ومنضربهم بالقرار الصحيح ومنطرح منهم السلبيه منحصل على النجاح. مبروك. مبروك الفشل يعني فيلير. غريبه مش هيك؟ لان من الفشل منتعلم ومنتقدم. مبروك لنادين الصايغ مخرجة العمل ومرسي على ثقتها، ومبروك لكل الفريق، وشكرا للناس اللي اختاروا هالفيلم. شكرا منتر أرابيا، شكرا أصحاب السمو. وبس ترجعوا على البيت افتحوا الجرور شوفوا صوركم وابتسموا. سهرة ممتعة للجميع. شكراً يارا. الآن رح نستمع لفيديو مسجل من نادين. مرحبا لجميع الحضور، مرحبا منتر أرابيا. بدي أتشكركم كتير لأنه خلال هيدي الظروف الصعبة عم بتحاولوا أنكم تزرعوا الأمل والبسمة بقلوب الشباب. شكر خاص لفريق العمل فرداً يلي ساهم بنجاح هيدا الفيلم، وبالأخص الممثلة يارا زخور يلي اليوم موجودة معكم. ولأنه أحلى لغة بيحكيها الإنسان هي الحب. كل الحب لكل مين ساهم ودعمني لجائزة People's Choice Awards. ولكل مين عم بيسمعني بحب إلكن وسقوا بحالكن، لأنه أحلى شيء بس الإنسان يحلم وما تخلوا ولا حدا يوقف بوجه أحلامكن. شكرا. نادين عماد السلام. مرة أخرى لو سمحتوا بدنا نذكركم إنكم تستعملوا هاشتاغ Power of Resilience أو باللغة العربية قوة الصمود بالصور بالفيديوهات اللي بتستخدموها على السوشيال ميديا وأيضاً التاج من بعد إذنكم لمنتر أريبيا. الآن إلى جائزة أفضل فيلم روائي. ذهبت هذه الجائزة لفيلم داخل الصندوق ليزن النكدلي من سوريا. نحن في عام 2024 ويبدو العالم منفتحاً ومستنيراً. على الأقل يبدو الأمر بهذه الطريقة. يعيش بيننا الملايين من الأشخاص من بلدان أخرى يحاولون إيجاد طريقهم وتحقيق أحلامهم والتقدم في حياتهم المهنية. لكن بالنسبة للاجئ الأمر هو ليس بهذه البساطة. ألف مبروك يزن، تفضل. مساء الخير. وقت انعرض المقطع القصير من فيلمنا Inside the Box تذكرت المدينة اللي أنا خلقت فيها واللي تركتها وأنا عمري 15 سنة. تذكرت مدينة حمص. وقت طلعت من حمص كان عمري 15 سنة. ما كان عندي حلم وما كان عندي طموح. كان همي الوحيد أو همنا كعائلة بأنه نرجع بأقرب فرصة. وقت وصلت على أوروبا صار عندي الطاقة والوقت بإني أفكر أنا شو بدي أصير بالمستقبل. قررت أني بدي أصير ممثل، وبلشت من مكان بوقتها ما كنت بعرف أحكي لغته.
واليوم أنا هون عم أحصل على أول جائزة إلي بدولة عربية. فشكراً للجنة اللي اختارت فيلمك أفضل فيلم، وشكراً للأردن هالبلد الجميل اللي ذكرني كثير ببلد الجميل سوريا. أول شيء تعلمته بهذا المجال إنه الفن رسالة، وأنا رسالتي اليوم كإنسان قبل ما أكون فنان هي فلسطين. فلكل الشباب اللي بيشتغلوا بهذا المجال أو بأي مجال تاني، احكوا عن فلسطين، اكتبوا عن فلسطين، غنوا عن فلسطين، اشتغلوا أفلام عن فلسطين، خلوا كل العالم وبكل لغات العالم يعرف ويقرأ ويسمع إنه فلسطين دولة عربية وستبقى دولة عربية. شكراً. شكراً شكراً لأعضاء لجنة التحكيم، شكراً لكم. تفضلوا، أهلاً وسهلاً، تفضلوا. إذن نصل الآن لفئة الأفلام الوثائقية، وقبل توزيع الجوائز راح نشوف كالعادة لمحة سريعة عن الأفلام الخمسة النهائية لهذه الفئة. لجنة التحكيم بالتفضل إلى المسرح لتسليم الجوائز. المخرجة دارين سلام، خبيرة السينما سامية زمان، والكاتب رامي كوسا. تفضل. سنبدأ مع أفضل فيلم وثائقي. ذهب إلى الفيلم الوثائقي الأردني حكاية بنوتة لسوار الرشدان. قصة هذا الفيلم تتحدث عن أم عازبة تروي قصة تزويجها قصرياً في سن 13 سنة من رجل سيء، وأجبرت على المعاناة من الاعتداء اللفظي والنفسي والجسدي، كل ذلك بينما لم يفعل والداها شيئاً لحمايتها، بل على العكس ساهما في الإساءة لها. تجد المرأة أخيراً الشجاعة للمغادرة لإنقاذ نفسها وابنتها من الرجل الذي تزوجتها. ألف مبروك. تفضل. أوكي، أنا شوي قصيرة مش قادرة أطول المايك. مساء الخير أول إشي. مساء الخير. صراحة أنا ما كنت متوقعة بالمرة أبداً. فخورة كثير إني وصلت لهاي المرحلة صراحة. قصة الفيلم هي طبعاً كانت based on a true story، لقصة حدا من النساء عاشت كل ظروف المعاناة والظلم من لما كانت صغيرة. الفكرة كانت إنه من الفيلم إنه نخلي صوت النساء يوصل لكل مكان بالعالم وما يسكتوا عن الظلم والمعاناة اللي بتعرضوا له طبعاً. كان الفيلم صراحة من أصعب الأفلام اللي أنا بشتغلها، لأنه حالياً صعب بمجتمعنا الحالي نقدر إنه نلاقي شخص يقدر يشارك القصة تبعته والمعاناة اللي عاشها طبعاً، خصوصي بالذات النساء.
طبعا هلا بحب احكي لكم انه الشخص اللي كان موجود بالفيلم طبعا الانسه هي هلا الحمد لله يعني صارت اخذت دورات واشتغلت عشان هي تصير اللي تصرف على اولادها طبعا. فاحنا هلا من خلال هذا الشيء الفكره اللي بدنا نوصلها انه ما بدنا النساء في جميع انحاء العالم انه يقدروا يوصلوا الرساله تبعهم وما يسكتوا عن الظلم ويحطوا لحد. طبعا اخر شيء شكرا طبعا من خلال منتور اريبيا انه قدرنا نوصل هاي الرساله للناس. وطبعا هاي الجائزه انا بهديها لكل نساء العالم. شكرا. شكرا سوار. والآن إلى جائزة اختيار الجمهور عن فئة الأفلام الوثائقية والتي ذهبت لفيلم نهاية طريق الحرير لكارول نيقولا من سوريا. يتحدث هذا الفيلم عن الواقع المعيشي الذي أصاب سوريا بعد الحرب وخاصة في مدينة حلب من خلال تسليط الضوء على الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين السكان. فالواقع المرير يخلو من أدنى قدر من العدالة والمساواة بين الناس من خلال المقارنة بين المدارس الفاخرة والمدارس الفقيرة وعمالة الأطفال. شكراً وأهلاً بكم. مساء الخير جميعاً. بدي أحكي بداية القصة من شخص عاش الحرب 13 سنة، يعني عاش الحرب العسكرية والاقتصادية بمدينة اسمها حلب بسوريا. الحرب كانت كتير بشعة بشتى الطرق. عشنا حصار وعشنا قذايف وقتل إلى آخره. بس بالنسبة إلي كشابة يعني هو أصعب شعور شعور العجز، إنك تطلع حواليك وما تعرف شو تعمل، لا قدران تهرب ولا قدران تبقى بمحلك. وبطبيعة الإنسان من وقت ما بيوعى بيبقى بيصلي إنه يكون عنده حلم ويتحقق وتجيه الفرصة. لهيك حابة أتشكر منتور أريبيا على هي الفرصة حتى شوي صوتنا يوصل وأفكارنا تنسمع. الفيلم صح بيحكي عن وضع اجتماعي كتير سيء صار بحلب بعد الحرب ولهلأ كمان مستمر. هالحرب يلي نحن منتمنى ومنصلي إنه تخلص سواء بسوريا ولا بأي بلد، حتى بفلسطين تخلص بأسرع وقت ممكن. بتمنى إنه هي الهدية تكون مثل رعبون شكر لهي المؤسسة يلي دعمت وعطتنا شوية أمل إنه يلي بيسعى إلا ما يوصل. وهي الهدية بتمنى تكون لأي شخص عنده حلم وعم يسعى حتى يحققه. شكراً كتير كتير، شكراً لكل المساهمين. ألف مبروك كارول. الآن إلى جائزة أفضل فيلم وثائقي، وقد ذهبت إلى فيلم بلية لإيمان حسين من مصر. تنضم الشابة وأصدقائها إلى ورشة لتصليح السيارات باسم بلية. بلية بالعامية المصرية معناها المتدرب، لتعلم الحرفة من الأسطى. الأسطى هو طبعاً مدير هذه الحرفة. يستكشفون ما تخلقه هذه العلاقة لأنها تدمج العمل مع إيقاعات الحياة اليومية لفتح مساحة جديدة للحركة. إيمان للأسف لم تتمكن من أن تكون متواجدة اليوم بيننا فأرسلت لنا هذا الفيديو. مساء الخير، أنا إيمان حسين مخرجة فيلم بلية. بعتذر عن عدم وجودي النهاردة معاكم، بس الحقيقة أن أنا أحب أشكر منتور أريبيا على هذه الفرصة وعلى حصولي على جائزة أفضل فيلم وثائقي وهو فيلم بلية. والحقيقة أن تجربة فيلم بلية هي تجربة مميزة جدا بالنسبة لي، لأن من خلالها قدرت أوثق الحياة اللي بتحصل في الشارع المصري من خلال الحاجة اللي أنا بحبها اللي هي الرقص.
وخلال الفيلم ده أنا عشت تجربة إزاي أنا كراقصة أقدر أخد حركتي من الشارع المصري اللي هو مليان كتير قوي بحركة وصوت وفي في في حاجة خاصة بيه جدا. فأنا سعيدة بده وبحب أشكركم تاني وأتمنى ليكم ليلة سعيدة. شكراً. شكراً لإيمان، شكراً للجنة التحكيم، شكراً، شكراً لكم، أهلاً وسهلاً. نجدد الشكر لشركائنا الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الجمعية الملكية للتوعية الصحية، أنغامي وشركة زين للاتصالات، سيل أفينيو الوكيل المعتمد لأجهزة نوبينج، فندق سنت ريجس دبليو ومجوهرات نبيل سكشة. مرة أخرى بطلب منكم جميعاً تستعملوا هاشتاغ Power of Resilience أو هاشتاغ اللغة العربية قوة الصمود على كل الفيديوهات أو الصور اللي رح تنشروها الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنكم تعملوا هاشتاغ أو تاغ لمنتر أريبيا. أحترف الحزن والانتظار، أرتقب الآتي ولا يأتي، تبددت زنابق الوقت 70 عاماً وأنا أحترف الحزن والانتظار. رحبوا معي بالفنانة الأردنية وجه الأردن المشرق زين عوض. وأنا
احترف الحزن والانتظام. شكرا اصحاب السمو الحضور الكريم. بدي اشكر منتور اريبيا سيده ثريا، ثانك يو الهيئة الملكية للأفلام، شكراً سيد مهند على هالفرصة الحلوة كفنانين لحتى نعبر عن ألمنا عن إحساسنا في هذا الظرف الصعب اللي محتاجين كلنا أن نعبر فيه. فثانك يو. أوكي، إذا مرة ثانية رح أذكركم نستعمل هاشتاغ power of resilience باللغة العربية، هاشتاغ قوة الصمود بكل صور الفيديوهات اللي بتستعملوها على السوشيال ميديا، وبرضو تاج من بعد إذنكم لمنتور أريبيا. صار نصل الآن لفئة الأفلام التوعوية، وقبل توزيع الجوائز رح نتابع لمحة سريعة عن الأفلام الخمسة النهائية في هذه الفئة. لجنة التحكيم بالتفضل إلى المسرح لتسليم الجوائز. الممثلة دانيلا رحمة، المخرج ميلاد أبي راعد، المنتج محمد بسيوني، المخرج أحمد الخطيب، والمنتجة كارلا عاد. إذن نبدأ بجائزة أفضل فيلم توعوي أردني، ذهب لعمر رمال عن فيلم 75 years. رح نتابع، رح نشوف الفيلم لعمر رمال. تفضل عمر، ألف مبروك. Today marks the 75th anniversary of the establishment of the Universal Declaration of Human Rights. Allow me to share with you some of its most important articles. Article 15, the right to live safely in your land in peace, which guarantees the right to food, shelter, and a life free from violence. As a child, when I felt unsafe, my father was my source of protection. According to Article 3, every child has the right to life. Article 26 requires that everyone has the right to education. Undoubtedly. I'll be honest with you. As you surely know, freedom of speech is also a fundamental human right. You see, human rights don't apply to all humans, especially if you are a Palestinian. القضية الفلسطينية قبل أي شيء هي قضية إنسانية وقضية عادلة.
شكرا لطاقم العمل، شكرا للهيئة الملكية للأفلام، شكرا منتور أريبيا. اليوم يعني اليوم أقل إشي بنقدر نعمله إنه نكون صوت أهل غزة. إحنا سامعينكم وإحنا صوتكم، خلال هاي الأدوات اللي عندنا لازم دائما نحكي عن كل هاي القضايا الإنسانية الموجودة حوالينا. كتب الشهيد الشاعر رفعت العرعير في أحد المدارس اللي نزحوا عليها في غزة جملة وحابب هيك أحكيها معكم. إذا كان لابد أن أموت فعليك أن تعيش أنت لتروي قصتي، إذا كان لابد أن أموت فليأتي موتي بالأمل فليصبح حكاية. شكرا. شكرا شكرا عمر. إلى جائزة أفضل ممثلة في فيلم توعوي ذهب إلى نورة العقيلي من السعودية عن فيلم أحمر. يدور هذا الفيلم حول قصة امرأة شابة تدعى نورة تكافح للعيش في مجتمع عربي حيث القيود كثيرة، القيود الكثيرة التي يضعها المجتمع، وهناك العديد من النساء هم في حالة من الضيق. تنتهي القصة بالكشف عن كيفية تطور المجتمع حيث تظهر نورة وهي تسير بحرية وسعادة في شوارع مدينتها. نورة ما قدرت إنها تكون معنا اليوم فأرسلت لنا هذه الكلمة المسجلة. مساء الخير جميعاً، اسمي نورة العقيلي، ممثلة ومخرجة فيلم أحمر. طبعاً فكرة العمل تتكلم عن معاناة المرأة في ظل وصراعات الحروب تحديداً في الوطن العربي. حبيت أسلط الضوء على هذا الموضوع لأن الموضوع هذا تحديداً ممكن يكون محرج لبعض السيدات إنه يتكلمون عنه ويظهرون معاناتهم للناس، فحبيت أسلط الضوء على هذا الموضوع. واعذروني ما قدرت أكون متواجدة بالمهرجان بظروف خاصة، بس إن شاء الله بالدورة القادمة من المهرجان أكون متواجدة إن شاء الله. وشكراً لمنتور أرابيا على منحي جائزة أفضل ممثلة، جداً فخورة بهذا الشيء، وهالشيء كثير راح يشجعني أنه أقدم أفكار جديدة وأعمال جديدة بإذن الله. شكراً للجميع. شكراً شكراً نورة. إلى جائزة اختيار الجمهور عن فئة الأفلام التوعوية، وقد ذهبت لي سنة الحبيب من تونس عن فيلم مرض. يسلط الفيلم الضوء على شخص يعاني من القلق فيلجأ للتغلب عليه من خلال الأساليب التقليدية مثل اللجوء إلى الطبيعة وتناول الأدوية والتأمل، ومع ذلك أدرك أخيراً أن القلق دائماً ما يأتي بنتائج عكسية، وبالنهاية استطاع التغلب على هذا الشعور للأبد. ألف مبروك سنة، تفضلي. عسلامة. First of all, I'm honored to be here and to be part of this competition. شكرا للمنتور العربية for providing this space for us to share our films with a bigger audience. Actually, إل هو مشروع تخرجي وكانت أول تجربة لي للإخراج. Communicating such hard topics like anxiety and depression through beautiful images was the real challenge في هذا الفيلم. وصراحة I wouldn't be here without the support of the professionals in the field back home in Tunis. My mom who helped in production and my friends. شكرا. شكرا سنة. إلى جائزة أفضل فيلم توعوي قد ذهب لي ربا نور الدين من لبنان عن فيلم الورم. يتحدث الفيلم عن
امرأة شابة تحكي قصة ما مرت به عندما شعرت لأول مرة نوبة من القلق. بدأت النوبة عندما كانت تقضي الوقت مع أصدقائها واكتشفت عن طريق الصدفة كتلة في رأسها، مما دفعها لترك المكان. بدأت في التفكير والذعر مع المعاناة من أعراض متعددة، وانتهت النوبة عندما اكتشفت الحقيقة. ألف Hello. Good evening, everyone. Thank you so much. I'm really honored to be here. Thank you, Mentor Arabia, for this beautiful opportunity. Being part of Mentor Arabia is such an honor to all the great value it holds as a person here with my film and as a human being. Having this great recognition for my film, The Lump, Awul Waram, is something really beautiful because it's actually a real story. It's my story. It's when I first started battling with depression and anxiety and everything in between. So it's a never-ending battle, and to whoever is experiencing it, you're really not alone, and I'm really proud of you for showing up, for being here. In case no one told you guys today, you look really beautiful, and we're really all proud of you. The world is a better place with you in it, so never leave. And thank you so much again for this great opportunity. Thank you. شكراً، شكراً ربع. والآن إلى فئة الأغاني، وهون اسمحوا لنا نشكر شركة أنغامي اللي رح تدعم الفائزين بهذه المسابقة من خلال بث الأغاني على منصة أنغامي. نسيت برضو أشكر لجنة التحكيم، شكراً لكم، أهلاً وسهلاً فيكم. شكراً، تفضل. إذن الآن إلى فئة الأغاني، نشكر شركة أنغامي اللي رح تدعم الفائزين بهذه المسابقة من خلال بث الأغاني على منصة أنغامي Mentor Talents، ورح نحضر ملخص عن الأغاني الستة النهائية. أنا وطفل كتبت بالدار بدي برم كل الدنيا، ما يبقى لحظة لا إرتاح، وكبرت وصرت لوحدي بيقولوا فترة وبتعدي، كيف بدي أعبي هال أدعو الآن أعضاء لجنة التحكيم لتسليم الجوائز، الشاعر نزار فرنسيس، الفنانة زين عوض. تفضل. الآن إلى جائزة أفضل أغنية، هي الأغنية الأردنية Farewell to Victory لعبد الله أحمد. مرحبا. First of all, I'd like to say I'm very grateful for this, and I'd like to thank all my friends that motivated me into choosing this path. I promised them, and most importantly myself, that I'll make this worth it, and that nothing will stop me from reaching where I want to be. This is just the beginning, and I feel very lucky and accomplished that I started with Mentor Arabia. Thank you.
I'd like to give a special thanks to Riyad Abedin and Jawad Isawi for taking a part in this project too. Of course, I can't forget my professors at SAE Jordan. وحاب أضيف كمان إشي. إذا أنت شخص واحدة من طموحاتك إنك توصل للقمة، فعرف إنه ما في إشي ممكن يوقفك إلا نفسك. بفتخر بكوني شاب فلسطيني أردني طموح، وشكرا لكم. شكرا عبد الله إلى جائزة أفضل كلمات عن أغنية شعور الغرق من سوريا لفرح الحجل. مش أنا مش شعور الغرق حبر على صفحات الورق وأفكار سوداء بدها شجاعة ضد آلام ووجاعة، بدها قوة بأس ما بتنعاش باليأس، كلنا في عنا نقص الفرق بس بالقناعة. مساء الخير. إنه الحلم، الحلم المقرون بالسعي والأمل والإيمان بالذات والاستثمار فيها، والمحاولة بشجاعة واقتناص الفرص وتقبل الرفض. نعم، لقد آمنت به، وبأن الله تصنعنا وتجعلنا وقوفاً وأكثر ثباتاً، وأن التحديات تعطي الرحلة بعداً أجمل، فوصلت لهذا المنبر المهم. أتوجه بالشكر لمؤسسة منتور والقائمين عليها وللجنة التحكيم ولأسرتي ماما وبابا ورندا وجميل، ولكل من دعمني بالتصويت والمتابعة أو كان ملهماً بشكل أو بآخر، ولكم جميعاً أجمل تمنياتي، ولأوطاننا وفي مقدمتها فلسطين الحبيبة وبلدي سوريا الخير والأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً. شكراً فرح. إلى جائزة أفضل أداء عن أغنية 25 أو 25 لنور زي من لبنان. أنا وطفلي كتبت بالدار بدي برم كل الدنيا، ما يبقى لحظة لا ارتاح، وكبرت وصرت لوحدي بيقولوا فترة وبتعدي، كيف بدي عبي هالفراغ وانا شكلي عم يتغير عم اشبه امي اكثر. مساء الخير. اول شيء شكرا لاصحاب السمو، لمنتور اريبيا، لدى رويال فيلم كوميشن ان جوردن، لتنظيم الحفل وهيدي المسابقه. سوري ما كنت متوقعه اربح. اوكي، انا كثير مبسوطه وبتشرف كون موجوده هون بالاردن اليوم. بمقطع بالاغنيه بقول انا حلمي اكبر مني، بدي العالم يسمعني، بنطر هاللحظه صار لي سنين. بعتقد هي اللحظه. فما في الا ما اهدي هيدي الجائزه لأطفال وشباب غزة وفلسطين يلي صار لهم سنين عم تنسرق منهم الطفولة، وحتى لو كبروا الصحة النفسية عندهم شبه معدومة. كمان أكيد بدي أهدي الجائزة لشباب العالم العربي كله يلي دايماً عايشين بحالة قلق وعدم استقرار. أغنية 25 بلشتها كنت راح أزور أهلي بلبنان، قعدت مع أمي على الجيتار وعزفت هيك مقطع صغير، وما كنت متوقعة تصير أغنية. بعدين بعد سنة تقريباً لما صار عمري 26 عملت أغنية، وأنا يعني كتير
هدف الغنية كانت إنه كل حدا يسمعها يعرف إنه هني منهم لوحدهم، إنه إحنا كلنا بنمر بهيدا الإشي الصعب. أكيد بحب أشكر كل حدا دعمني من عائلتي من أصحابي، أهلي يلي حببوني باللغة العربية من أنا وصغيرة، أمي معلمة عربي وبي شاعر وكاتب باللغة العربية. Thank you. شكر كبير لأسامة طارق لتوزيع الأغنية، لسمير غواص على الميوزك فيديو بعقد، شكر كبير لستيفان ونعمة لأنه بال 2021 تعرفت عليه وهو شجعني بلش أكتب أغاني لإلي. Thank you so much. شكرا كثير على هالفيديو. شكرا نور. جائزة اختيار الجمهور عن فئة الأغاني ذهبت لي سامي كوسا من سوريا عن أغنية المراية. وقف على المراية بتشوف قدامك طفل أكبر من كتاف والحمل عايش بعالم مش سهل عالضحك في مواطير محاصر بناس بيجرحوا مش لاقي بينهم مطرحوا يوم الغلط ما سامحوا اسيوا عليه كتير طفب عجرحك يا حلو. مرحبا، مساء الخير. أنا الوحيد يمكن اللي مو جايب معي الموبايل بدي حطه رامي. بالغنية بنقول وقف على المراية وقبال حالك كيف كنت وقبال كيف هلأ أنت. هاي الجملة الحقيقة لما كتب أخي رامي كوسا ومتواجد اليوم وعضو لجنة التحكيم خلقت عندي دافع وحافز أنه دائماً يعني جيلنا بمطرح معين في عنده إحساس بالمظلومية. أنا كنت واحد من هذول الأشخاص. بعد شوي صرت فكر أنه خطط ونفذ بعد ما تآمن أكيد رح توصل. هاي الجائزة أول شيء بدي أشكر من كل قلبي منتور عربية والمدام سوريا إسماعيل على هاي الفرصة اللي عطونا إياها لحتى نكون متواجدين اليوم معكم. بنفس الوقت أنا هاي الجائزة بدي أهديها لروح والدي يلي فارقنا قبل سنتين ونص. أنا محظوظ بعائلتي، محظوظ بإخواتي، عوضوني عن هذا الفقد الكبير. آخر شيء بدي أهدي الجائزة أكيد لبلدي اللي بحبه كتير سوريا، وبتمنى السلام يحل بعالمنا العربي ونخلص من حالة الفوضى والنزاع والحروب. تضلوا بخير جميعا كلكم. شكرا. شكرا، شكرا سامي. إلى جائزة أفضل أغنية وهي أغنية حدا عادي لزياد جمال من لبنان. يمكن أنا عادي وبعرف في غيري أشطر، بس حتى العادي من حقه يجرب مرة وما يخسر. بعرف إني عادي وبعرف في غيري أشطر، بس حتى العادي من حقه يجرب. أيام الصعبة ما بتبقى صدقني بتفل، رح يجينا وقت ونرجع أقوى من قبل. من سنتين كتبت هالجملة ولحنتها لأني كنت مأمن فيها، ومن وقتها وأنا ماشي على المبدأ. ويوم بعد يوم عم بتأكد إنه ما في زعل بدوم وما في أزمة ما بتخلص. بظل كل هالمعاناة الصعبة اللي عم بيعيشها الوطن العربي، فرض علينا نحن الشباب ظروف صعبة وقاسية خلقت معها تعب نفسي ومخاوف وتحديات كتير كبيرة. هذا الشيء خلى أحلامنا تصير صعبة أكتر يوم بعد يوم. بس اللي بدي أقوله إنه ما لازم نخاف، ما لازم نخاف من هالظروف أبداً، وما لازم نسمح لها تغرقنا وتنسينا قديش فينا إبداع. لازم نوقف بوجهها ونحاربها لنوصل لهدفنا. وخلوا كل اللي مرقتوا فيه يكون هو الدافع الأول للنجاح، لأنه بهالحياة الخسارة الوحيدة هي الاستسلام.
واهم شيء خليكن حقيقيين، قد ما كانت المنافسه قويه خليكن حقيقيين وما تتصنعوا وتلبسوا ثوب ما بيشبهكن لانه مجرد ترند. خلوا اعمالكن تكون مفارقه وهي اللي تميزكن. انا سعيد جدا بوجودي بين هالحضور الكريم وبشرفني اني اكون واقف بين فنانين كبرت انا وعم تابع اعمالهم، هن اشخاص من اصحاب مسيره مليانه بالنجاحات، شيء اللي بشجعني وكتار غيري انه نكمل ونشد على حالنا اكثر تنوصل للي حلمنا فيه. شكرا سمو الامير علي بن الحسين المعظم، شكرا سمو الامير ريم علي، شكرا الهيئه الملكيه الاردنيه للافلام، شكرا منتور العربيه. ثانك يو. اسمحوا لنا نشكر الان شركه انغامي اللي دعمت الرابحين بالدوره الماضيه وبهذه الدوره ايضا من خلال منصه منتور تالنتس على منصه انغامي، وسنه في جائزه خاصه لافضل صوت ستقوم أنغامي بتسجيل أغنية خاصة له من كلمات وألحان أعضاء لجنة التحكيم. والرابحة لهذه الدورة هي شمس بن طاهر من المغرب التي أرسلت لنا هذا الفيديو، نتابعه سويا. Hello, I'm Shams Bin. First of all, I would like to extend my apologies for not being able to be with you today, but I'm deeply honored to represent my country, Morocco. Thanks to Mentor Arabia for this opportunity and for being a guiding light in our journey. I dedicate this award to my country, to His Majesty our King Muhammad Sadis Nasrallah, and to my parents and friends who was always there for me. As a beginner artist in the vast and challenging world of music, resilience is your greatest ally. So to all aspiring musicians out there, I urge you, embrace resilience as your guiding principle. And when faced with doubt, remember what you started making music in the first place. With resilience, there is no limit to what you can achieve in the world of music. Thank you. شكراً. شكراً ألف مبروك. شكراً للجنة التحكيم. شكراً. تفضل. إذن سنصل الآن أو نصل الآن لفئة الأفلام والأغاني الفلسطينية، ولكن قبل ذلك وبحديثنا عن الصمود وهو العنوان أو الثيم لهذا الحفل، أود الحديث عن المؤدية الأردنية الفلسطينية التي انتقلت من تواجدها على بيلبورد تايم سكوير وحضورها على شبكة CNN لتشرف مسرحنا للمرة الثانية. لقد انتقلت مؤخراً من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لتمثل ثقافتنا وتقدم ثقافتنا للعالم من خلال الفن والموسيقى. لنرحب بالفنانة دانا صلاح. شمالي لالي يا هرويلي لالي
ريح الشمال لا لي عرليلو علي لي لالف وابولو لم تفتح شمالي لا لي عرليلو tasted freedom. Soon those hellish skies turn to blue and starry nights as our voices start to rise. Ending in apartheid. Hold on, just a little longer. We're going home. Just a little longer. Hold on, glory's round the corner. We're going home with our لايك طالعين عين للجبل طول المطيبين النار لين لليامان يامان عين للهنا يا روح إلا غزال لين للي دي جوين للي كن ميتو عين لليامان يامان عين للهنا يا روح شكرا للفنانة دانا صلاح. الآن سنصل إلى فئة جديدة وهي الأفلام قيد التطوير. أدعو أعضاء لجنة التحكيم على المسرح لتسليم الجائزة. المخرجة صوفي بطرس، الروائي عصام يوسف، الكاتب شاكر خزعل، المنتج سام لحود، والخبيرة في شؤون السينما لم يقيقة. إذن إلى جائزة أفضل فيلم قيد التطوير قد ذهبت إلى حسام سلولي من تونس عن فيلم Glimmers. طبعاً راح يستلمها عنه علاء عربي وسنة الحبيب. تفضل. كلمة مسجلة من حسام. عسلامة، حسام سلولي من تونس. نعتذر لي أنا ما نجمش كون موجود معكم في حفل توزيع الجوائز خاطر عندي تصوير في الفترة هذه. نشكر منتر أريبيا ونشكر كل اللجنة على الجائزة التحفيزية اللي تعطينا أمل لإنجاز الفيلم اللي هو اسمه باسيس أو غليمرز اللي هو مستوحى من تجربتي الخاصة مع حاسة البصر اللي من خلاله نحب نقدم رسالة قوة وأمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في علاقة بالفنون لتحدي كل الصعوبات ولتحقيق أحلامهم. شكرا. ألف مبروك. شكرا لحسام وطبعا نشكر لجنة التحكيم. تفضلوا. شكرا. شكرا. كل لجان التحكيم اجتمعت على أفضل الأفلام من فلسطين. فلسطين الألم والأمل، فلسطين في القلب والعقل والوجدان، فلسطين الإرادة والعزم، فلسطين هي قوة الصمود.
قبل أن نوزع الجوائز، لمحة سريعة عن الأفلام النهائية لهذه الفئة. أدعو الآن السادة ممثلي الشركاء على المسرح لتوزيع الجوائز للرابحين. السيد عمر عمار كمال من سل أفنيو، الوكيل المعتمد لأجهزة نوتينغ. السيدة فيولا صبيح من فندق سنت ريجس والدبليو. السيدة شيرين البقاعي من مجوهرات نبيل سكجها. السيدة أمل عريفج المديرة العامة للجمعية العامة أو الجمعية الملكية للتوعية الصحية. السيد طارق البيطار المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة لشركة زين. إلى أفضل فيلم روائي فلسطيني هو فيلم خالد للأبد ليوسف الصالحي. بعد شعوره بالتجاهل من قبل عائلته وأصدقائه، يدرك خالد أنه اتخذ قراراً لا رجعة فيه. يحكي فيلم خالد إلى الأبد قصة الصديق والأخ والابن الذي اتخذ قراراً صعباً بعد أن شعر أنه لا يوجد خيار آخر أمامه. ألف مبروك خالد عن فئة أفضل فيلم روائي فلسطين. عفوا يوسف. تفضل. مساء الخير لكل الحضور الموجود هون، حضور رسميين من الأردن، من الوطن العربي. جيت من فلسطين، من مدينة القدس، أجمل مدينة في العالم. وبحب أهدي هاي الجائزة، وهي شيء رمزي ثقيل وبسيط، لكل النجوم اللي ضوت فلسطين وضوت سما غزة أطفال غزة. دايماً بفكر كفيلم ميكر إنه عندي القوة وعندي القدرة إنه إذا عندي شي فكرة أقدر أحولها لفيلم. وبعد الحرب صرت أفكر إنه هلأ أجى الوقت لحتى تصير هاي الأداة وهي القدرة اللي موجودة عندي والقوة الموجودة عندي إني أحملها لأكون الصوت، بالذات للأشخاص اللي خسروا صوتهم. شكراً كتير لاختياركم الفيلم، بقدر هذا الإشي كتير وبقدر وجودي معكم. شكراً لكل الأشخاص اللي اشتغلوا على الفيلم وكانوا معنا. شكراً للعائلة، للأصدقاء، لكل حدا كان له دور، وأكيد لمنتور قريب يلي خصصوا هاي الجائزة، خصصوا وخلوا فلسطين قدام عيونهم. فشكراً كثير، ونحن بنحب فلسطين من الأزل وللأبد. شكراً. ليلة سعيدة. شكراً يوسف. إلى أفضل فيلم وثائقي فلسطيني ذهب إلى فيلم شحرور لمؤمن غانم. شحرور هو فيلم وثائقي قصير عن يافا التي عرفت بحبها للإعلام منذ الصغر. كانت لديها خطة واضحة لتحقيق حلمها بدعم من والدها الصحفي عزت، لكن ذات يوم
وبسبب الظروف تلاشى كل شيء. مؤمن أرسل كلمة مسجلة لأنه ما قدر يكون معنا. Making this film showed me how important it is for us Palestinians to tell our own stories and for us to lead the narrative about what's happening currently in Palestine. I would like to thank the organizers for this award. I'm really honored to receive it. And a message to everyone is that we have to make films and to make more films, to make more resistance and free Palestine. شكرا لمؤمن. كنا نتمنى طبعا أن يكون معنا. إلى أفضل فيلم توعوي فلسطيني ذهب إلى فيلم بين غزة وعيوني لمؤيد أبو أمونة. طبعا مؤيد موجود في غزة الآن. يتحدث الفيلم عن رجل فلسطيني يعيش في غزة، يعود إلى غرفته ويكتب يومياته بحالة من الضيق والقلق، يفكر باستمرار في مدينته الحبيبة غزة، ويحاول الكتابة في يومياته حتى يرى شجرة عيد الميلاد مزينة بملابس ملطخة بالدماء وأضواء على السلاسل، مما جعله يدرك أن الصمود والصمود فقط هو الخيار الوحيد. يعني كنا محظوظين أنه مؤيد أقل ما يمكن أنه استطاع أنه يشبك إنترنت، فهذا أقل القليل اللي بيقدروا أهل غزة أنهم يحصلوا عليه. قدر أنه يشبك إنترنت ويسجل فيديو ويكون أقل ما فيها لمدة دقائق بمكان آمن ويبعث لنا هذا الفيديو. خلينا نتابع هذا الفيديو من مؤيد الموجود الآن في غزة. مرحبا، أنا مؤيد أبو أمونة، مخرج فيلم بين غزة وعيوني. بدي أشكركم على الجائزة المقدمة للفيلم، كنت بتمنى أكون معكم، ولكن الظروف اللي بمر فيها مدينة غزة من حروب وظروف يدوية منعتني من الطلوع، ولكن السينما حاضرة ولم يتم إيقاف سعرها. شكرا لنتو العربية ورسالة حب وأمل وصمود من غزة لمحبتي الخاصة. شكراً شكراً مؤيد من غزة. أنا عرفت أنه رح يستلم الجائزة عن مؤيد مصطفى صافي. ما بعرف إذا مصطفى موجود. مصطفى موجود؟ يبدو. تمام. أوكي. الآن فئة الأغاني، هون بشكر مرة أخرى شركة أنغامي اللي رح تدعم الفائزين بهذه المسابقة من خلال، كما ذكرنا، أنها ستبث الأغاني الفائزة على منصة أنغامي ضمن منصة تنضم أيضا إلى أنغامي تحت اسم Mentor Talents. رح نحضر ملخص عن ال... لا إحنا يبدو أنه انتهى. أنا عفوا. أوكي، احنا انتهى حفلنا. احنا انهينا بالافلام الفلسطينيه. نعم اوكي، ما عندي هاي المعلومه، مش مشكله، بس انا متذكره امبارح من البروفا، ما في مشكله. على العموم تمام، بدنا تعذرونا يا جماعه، يعني مع التوتر اللي صار هلا ختمناه بموضوع غزه، فالواحد دائما بكل متخربط. إذن أفضل أغنية فلسطينية هي اسمها قد التحدي. أتذكر مين اللي غناها. تمام، إذن أفضل أغنية فلسطينية هي أغنية قد التحدي لعلي حماد. رح نختم بهذه الأغنية، بعتذر من علي ولكنه مسك الختام طبعاً، مع هذه الأغنية الفلسطينية فيها رسائل جميلة جداً. مرة أخرى نحييكم، أشكركم جميعاً على حضوركم اليوم لتحيا جميعاً الدول العربية. تحية للأردن، تحية لفلسطين، تحية لكل الدول العربية، ومرة أخرى شكراً على حضوركم ضيوفنا جميعاً. أشكركم على طيب الحضور وطيب المتابعة، وأهلاً وسهلاً بك. أهلاً وسهلاً، تفضل، ألف مبروك. طيب كلمة ولا سمعت؟ طبعاً تفضل. طيب شكراً ميس، يعني أنا آخر إشي وخليتوني أتوتر أكثر إشي وبالآخر قال فش. أوكي أوكي،
طيب يعطيكم العافية جميعا. بسم الله، مسيكم بالخير، شكرا أصحاب السمو، شكرا منتور أرابيا. يعني اللي حاب أحكيه صراحة، أنا كشاب أردني فلسطيني من القدس بالمناسبة، اللي بحب أحكيه يعني اختياري لأنه أحمل رسالة وأكون فنان، هذا الإشي اليوم عم بتتوج بهاي الجائزة، وهي الجائزة بتعني كثير بالنسبة لي، تقدير لهذا الجهد، لأنه الإنسان اللي بده يوصل رسالة، وأي إنسان بوصل رسالة بده يحاول إنه الرسالة هاي اللي يأخذها يأخذها باعتزاز ويوصلها، يوصل إشي إيجابي منها. يعني الإنسان بده يوصل رسالة إيجابية، مش الإشي اللي اليوم عم بنشوفه بالمينستريم ميديا. بالعموم شكرا جزيلا لمنتور أرابيا، وبدي أوجه سلام خاص لوالدتي، تحياتي أمك. وتحياتي لنور ومحمد أخوي وأختي، ويعطيكم العافية جميعا، مبسوط جدا، شكرا جزيلا. علي حماد. خوف احباط كلام الناس، نسيت الجوهر والاساس، حاس بالضعف والانكسار، مع هيك كل يوم انا بختار انه اتحدى الخوف عشان اوصل لبعيد، عشان احلام مستعد اكون عنيد، اعيش الرحله يوم بيوم بيوم، اتعب حالي استثمر واجتهد، ارتاح كل يوم عشان ارجع مستعد، استمد الطاقة من الكون، ياي ياي لا رح اتعب ولا رح اوقف، رح انجح ولهم غيري بلش ندعم بعض ونزكف، يلا نكون مع بعض، انا قد التحدي، انا قد التحدي، ياي ياي نمط حياتي صحي عشان صحتي تكون بيا بيا، انا قد التحدي، انا قد التحدي، يا 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 نمط حياتي صحي عشان صحتي تكون بيا بيا. بتحدى حالي انجح بالحياة، ما خلي حد ابدا يقول لي لا، امن بحالي انا استثنائي انا خيالي، الرحلة طويلة وبتحلى مع اشخاص، بتشارك معهم الخسارة والانجاز، معهم الحلوة والمرة، بس بالمرة لا 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 رح اتعب ولا رح اوقف، رح انجح ولهم غيري بلش ندعم بعض ونزقف، ويلا انا قد التحدي، انا قد التحدي، يا 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 نمط حياتي صحي عشان صحتي تكون بيا بيا، انا قد التحدي، انا قد التحدي، يا 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 نمط حياتي صحي عشان صحتي تكون بيا بيا. شكرا شكرا شكرا، يعطيكم العافية، تشرفت بمعرفتكم، وبنشوفكم إن شاء الله على خير، ودائما كونوا قد التحدي.